بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول إعدادي لغات، إزيكم يا أبنائي عاملين إيه؟ النهاردة يا أولاد هنشرح إن شاء الله ليسون نمبر 1 في يونت 2 ماثيماتيكال إكسبريشن أند فورمولاز من كتاب المدرسة. ليسون نمبر 1 نتكلم عن الإكسبريشنز. تعالوا نشوف الفرق بين الإكويشن والإكواليتي، هنشتغل على كل ده. جيت ريدي مستعد؟ تعال نشوف التمهيد اللي معانا من كتاب المدرسة. سلوى is planning to spend her vacation in أسوان. سلوى تخطط لقضاء أجازتها في أسوان. Exploring its tourist attractions، لزيارة الأماكن السياحية. Such as أبو سمبل تمبل، يعني زي معبد أبو سمبل. To make decision about the best time to visit، بتدور يعني أو بتشوف التطبيقات الطقس على هاتفها المحمول عشان تشوف الوقت المناسب إن هي تسافر الرحلة تقضي فيها الأجازة هناك. She used weather map on her smartphone. She found the temperature in Aswan reaches 95 فهرنهايت. يعني هي وجدت درجة الحرارة في أسوان 95 فهرنهايت. Could you help، ممكن تساعد سلوى. Could you help سلوى to convert this فهرنهايت temperature to celsius، الدرجة لقيتها بالفهرنهايت واحنا عايزينها بالسيليزيوس. ففي رول اللي هي السي، يعني السيليزيوس درجة بالسيليزيوس الشاوي درجة بالفهرنهايت subtract by 32 in brackets product by 5 over 9. يبقى الـ relation دي اللي قدامي دي بتعمل ايه يا ولاد؟ الـ formulas اللي قدامي الـ expression ده درس النهارده، ان احنا ناخد تعبيرات زي ده اللي هو mathematical expressions and formulas، تعبيرات رياضيه ان احنا من خلالها نقدر نوجد قيمه مجهول مثلا. فانا هنا عايز احول من فهرنهايت لسيليزيوس، هعوض بقى مكان الفهرنهايت، هي درجه الحراره لقيتها بالفهرنهايت، بحسب تطبيقات المحمول الدرجه طلعت بالفهرنهايت اللي هي الاف، فهي عايزه تحولها للسيليزيوس. فتعوض في القاعده تشيل الاف دي وتكتب مكانها الناتج اللي الاتو، الناتج الدرجه كانت 95 هنطرح منها 32 بريدكت باي 5 اوفر 9. يبقى هنا 5 ماينس 2 يكوال 3 وهي 9 ماينس 3 6 يبقى 63 تايمز 5 اوفر 9. 63 ديفايد باي 9 يكوال 7، يبقى درجة بالسيليزيوس وال 5 تايمز 7 يكوال 35 ديجري، يبقى درجة بالسيليزيوس ب 35. Think يعني فكر وإيه وناقش. Which of the following mathematical expression represents the parameter of the opposite rectangle؟ يعني التعبيرات اللي قدام في الاكسبريشنز الموجود بيعبر عن البراميتر. أنا عندي البراميتر بالنسبة للريكتانجل لينث بلس ويدث تايمز 2 يبقى 2 برودكت باي اكس بلس واي، أو أقول ممكن البراميتر عبارة عن 2x بلس 2y بستخدم الديستريبيوتيف بروبرتيز. يبقى ناخد الاكسبريشن اللي عندي اللي هو 2x بلس 2y، ده أول اكسبريشن معايا. والإكويشن والإكواليتي والماثيماتيكال فورمال والكوفيشن، كل دي ديفينيشن هنتعرف عليها النهارده. تعال نشوف الأول الترم، زي ما أقول 3xy بسمي ترم. The term contains of a lot of variables and we have 3 we called it coefficient. يبقى أنا عندي 3 بسميها coefficient وال variable x وال variable y product of them يعطيني term. Using symbols to represent unknown numbers or variables، وعندنا بلس وماينس نقدر نستخدم عشان نربط بين ترم وترم عشان نقدر نكون مين، نكون عندي expression. The expression contains of one term or more، زي ما قلت 3xy plus 5zl ده عبارة عن expression. طيب التو terms اللي عندي ممكن يكون similar أو يكونوا different، زي ما أقول مثلا 2xy وعندي كمان 3xy، we have two terms similar، two terms دول بيكونوا ايه؟
similar. ليه similar؟ لأن الـ two variables equality، لازم الـ variables في الـ first term والـ second term يكونوا زي بعض. طيب هو بيتناول معانا بقى definition زي الـ equation. الـ equation it consists of two mathematical expressions with an equal sign، يعني تساوي بين عبارتين رياضيتين باستخدام علامة التساوي بينهم. It consists of two mathematical expressions with an equal sign equal between them. نستخدم الـ sign اللي هي equal between them. إيه مكتب equation أو 3x equal 9 أو 3x plus 2 equal 9. دي اسمها equation. The equation it consists of two mathematical expressions with an equal sign equal between them. يعني هي جملة رياضية بتتضمن تعبيرات رياضية أو حدود بنستخدم بينها علامة إيه؟ ضمن علامة التساوي اللي هي equal between two expressions. Consists of two mathematical expressions. ضمن عن تعبير هنا على اليسار وتعبير على اليمين. بينهم علامة equal. طبعا الـ definition مهم جدا. خلاص تاخد بالك زي ما قلنا 3x plus 2 equal 9 is equation. طب لو انا غيرت الساين قلت 3x plus 2 less than 9 بسميها inequality. يبقى inequality it consists of two mathematical expressions with one of the inequality sign less than or greater than or more than between them. مفهوم؟ عايزك تفرق تاني بين الايكويشن والايكواليتي. Equation definition it consists of two mathematical expressions with an equal sign between them and an equality. Equality consists of two mathematical expressions with one of the inequality signs such that greater than, less than, greater than equal to, less than equal to. Self-evaluation, write the algebra expression that represents subtracting 5 from 3 times of the number x. عايزين نكتب الاكسبريشن ده يا ولاد. عندي هنا بيقول لي subtract 5 from 3 times of the number x، يعني 3x minus 5. يبقى ده اكسبريشن موجودة. Number 2، write the mathematical formal expression the volume v of a cube. Whose h is x، يعني كيوب الفوليوم عايزين نكتبه لما يكون السايد لينس عندي بx. الفوليوم عبارة عن x باور 3 اللي هو سايد باي سايد باي سايد. نتكلم بعد كده عن algebraic term. An algebraic term is a product or quotient of non-zero numbers and at least one variable. Number is called the coefficient of the algebraic term. يعني algebraic term ده عبارة عن product of all variables and numbers. في algebraic term زي مثلا قول 3a، 3 بسميها coefficient. We called it what? Coefficient. The coefficient. إنما الـ a مثلا اللي هو الرمز اللي عندي بسميه variable. يبقى عندي هنا coefficient في variable. طيب لو قلت negative 2xy وكاتبها التمرين كاتبه اهو، ركز معايا، negative 2 coefficient والx variable والy variable. يبقى تعريف الالجبرك تيرم تعريفه ايه؟ عبارة عن product between coefficient or numbers and variable. النمبر بنسميه coefficient. يبقى algebraic term is the product of non-zero number، ما ينفعش يبقى فيه zero، and at least one variable، يبقى على الأقل يكون one variable موجود. يبقى عبارة عن product between number and a lot of variables not equal zero. زي برضه ما أقول force m، force دي بسميها coefficient، يبقى النمبر اللي موجود بره ده بسميه coefficient، واللي جنبيه الرمز بسميه variable. بعد كده بنتكلم على like algebraic term، لازم يكونوا الاثنين
متساويين بالنسبة للفربال يا ولاد. احنا شرحناهم شوية الـ definition alike general terms they are terms with the same verbals and raised to the same powers. لازم تكون نفس الرمز ونفس الباور معاه، زي ما اقول 3x power 2 مثلا 4x power 2، يبقى 2 terms دول ايه like، يعني هما نفس الفربال موجود بالباور بتاعه. تمام. Solve evolution number 2. Group the life terms، يعني اختار ال life terms واكتبهم. عندك هنا ال 4x في negative 3x زيها متشابهة، حد بيشابهها، يبقى 4x و negative 3x. طيب في ايه كمان؟ في عندي 5y وكمان 8y. Number 3 2xy معاها نيجاتيف 5xy. في حاجة تانية يا مستر؟ اكس تربي اكس بارتو مش موجود حاجة زيها، هما بس دول اللي شكل بعض. تمام. تعال نشوف سيلف ايفوليوشن نمبر 3. هنا في الاكزامبل اللي معايا بيقول لي the figure shows rectangular prism rectangular piece of paper، يعني ورقة على شكل rectangular of a paper. From which square is cut off؟ قطعنا منه square. Write the mathematical expression represents the length of BC. أنا عندي ال length ده كله ب 3x هنا، وعندي هنا square، هنا x و x و x و x. تمام. هو عايز يجيب ايه في الاكزامبل؟ عايز يجيب ال length of AC، هنا E سي، عايز اجيب اللينس ده بكام؟ لاحظ ده ريكتانجل، من برفرس ريكتانجل each opposite sides are equal of lenses، يعني ال 3x هتبقى عبارة عن ال x اللي هنا اللينس ده زائد ال EC. فال EC هجيبها ازاي؟ هتقول 3x minus x بتعطيك 2x، يبقى اللينس اللي عندي هيبقى طوله 2x اللي هو ال EC. ال EC 2x. كمل مع بعض. Self evolution number 4. The algebraic expression 5x minus 4 minus 7y plus 1 consists of three terms right. Right ما يأتي. The terms of the expressions. يعني جاب لك expression ويقول لك اكتب لي منه الترمز الموجودة. انت عندك الاكسبريشن كان 5x minus 7y plus 1. يبقى الترمز عندي هنا ايه؟ 5x و negative 7y 1. Number 2 is a constant term. مين ال constant term هنا؟ اللي هو ال 1. Number 3 the verbal with the small coefficient، يعني مين فيهم بيكون ليه small coefficient اللي هو negative 7y، coefficient بتاعه negative 7. يبقى the verbal with the smallest coefficient اللي هو negative 7y. يبقى verbal with the smallest coefficient لما اجيبها من الترم اللي عندي يبقى الحل بتاعنا مين؟ واي. يبقى ده الفرق، ده اجابتي. يبقى اجابتك هتكتب واي هنا. هو بيقول لك هنا the verbal with the smallest coefficient، مين هو؟ يبقى الواي. الواي ده معاه smallest coefficient. فهمت يا ولاد؟ اللي بعده يبقى خلاص اجابتك هتبقى واي، ما تكتبش بقى نيجاتيف 7 واي دي. فهمت الكوتشن نمبر 3؟ انه عايز الفربال بس تكتبه اللي ليه smallest fraction، فانا جبتها من الترم ده، انا طلعت الحل بتاعي من الترم ده، يبقى الفربال منها مين؟ اللي هو الواي. يبقى اجابتك واي. كويشن نمبر 4 ذا كوفيشن اوف اكس، الكوفيشن للاكس هنا بكام؟ ب 5، نكتب 5. كويشن اللي بعده ريمبر بروبرتيز، عندي خواص مهمه جدا اللي هي عندي الكوميتيف بروبرتيز والاسوشيتيف والديستريبيوتيف بروبرتيز، كل دول مهمين جدا في الحاجه. تعالى نشوف بقى ازاي نحل الاكزامبل باستخدام البروبرتيز اللي قلناها. يعني بنعمل اول حاجه كوميتيتيف بالنسبه للكوفيشن وبالنسبه للترمز بيكونوا متشابهين يا اولاد. طبعا الكونستنت لو ما فيش حاجه زيه بيتكتب. تعالى نشوف كده كوشن 2x plus 4y plus x minus 7y. هنا هناخد الاول 2x دي مع الاكس، اكتبهم مع بعض.
وال 4y مع النيجاتيف 7y. يبقى انا استخدمت كومبيتيتيف روبرتس and then write 2x plus x in brackets and 4y minus negative 2y in brackets using associative properties. الاختصار بتاعها ESSO PROP. And then 2x plus x equals 3x. 4y minus 7y it will be negative 3y. It's closer, okay? Question number 2. 5a plus 2a minus b plus 3b. أنا أقدر أستخدم مباشرة الـ associative properties. إن أنا أدمج أعمل أقواس 5a plus 2a and negative b plus 3b. 5a plus 2a equals 7a. Negative b plus 3b equals 2b. إن هنا negative 1 plus 3 تبقى positive 2. Question number 3. 13x minus 7 plus 8x plus 19. هنا عشان نحلها يا ولاد هنعمل أول إيه؟ هناخد 13x plus 8x. هنستخدم commutative properties. إحنا نبدل والاسوشيتيف بروبرتس ممكن نحلهم في خطوه واحده الاثنين مع بعض يعني ناخد هنا نيجاتيف 7 بلس 19 13 بلس 8 ايكوال 21 نيجاتيف 7 بلس 19 ايكوال 12. Question number 4. We can use distributive properties. 3 بلس x minus 7 minus 5 product by 2x minus 5. 3 times x equals 3x. 3 times 7 equals 21. Negative 5 times 2x, it will be negative 10x. Negative 5 times negative 5, positive 25. We have 3x and negative 10x. We can use commutative properties and associative. And then write negative 21 plus 25. 3x minus 10x, it will be negative 7x. Negative 21 plus 25, write the height sign here, or the absolute value of this number, positive, and 25 minus 21 equal 4. تعال نشوف نظام التاني برضو في المدرسة. Lesson assessment. First question number one, choose the correct answer. Number one, what is the mathematical expression for subtraction negative 2 from x? عايزك تجيب subtraction negative 2 from x. يعني x هنا بسميها minuend. يبقى the minuend will be x. And negative 2 will be subtrahend. Then the difference between two numbers will be x plus 2. Choose letter D. Question number 2. What is the mathematical formula? What is the mathematical formula representing the area of a parallelogram with the base lengths L and its corresponding height H? I give the area of the parallelogram. The area of parallelogram equal the base times corresponding height. He give us the base was L and the height, the corresponding height H in the area will be L product by H. Question number 3. What is the suitable? What is the suitable equation to find the side lengths of an equilateral lane triangle whose perimeter 12 cm? طيب انت هتستخدم انهي تعبير من اللي تحت دول عشان تعبر تجيب ان انت تحسب الـ side lengths الـ equilateral triangle يعني. طبعا الـ equilateral triangle يا ولاد كل السايدز بتكون متساوية. يعني all sides are equal lengths. يبقى أنا عشان أجيب الـ lengths بقول parameter divided by 3. هو جاب لي هنا الـ parameter
12 تمام. يبقى البراميتر ايكوال 3 برودكت باي ال اللي هي 12 تايمز 3 برودكت باي سايد. لو مفرض السايد اكس يبقى انا عندي هو رمز يا اولاد ان ال هنا باكس ماشي نعملها اكس. يبقى البراميتر ايكوال 3 اكس يعني 12 ايكوال 3 اكس. يبقى 3 اكس ايكوال 12 يبقى انا هختار اللي هي لتر بي 3 اكس ايكوال 12. question number 4 what is the inequality expression what is the inequality expression that the suitable height n الهايت كم بn سنتيمتر of a person shouldn't be less than 108 سنتيمتر to join one of the sports. يعني شرط ان يكون اللاعب اللي هنختاره ان يكون اللينس بتاعه ما يقلش عن 180. يبقى ديت يعني عايزك تكتب الصيغه الرياضيه وتعبر عن ايه هنا طول الشخص اللي تختاره ممارسه احدى الالعاب الرياضيه لا يقل عن 108 سم ما يقلش عن 100 سنتيمتر. يعني الاكس اللي هو اللينس بتاعه ما يقلش يكون يعني يكون ايه اكبر من او يساوي يعني بيختاروا يعني المتسابقين في احد الالعاب شرط يكون طوله اكبر من او يساوي 180 يعني ما يقلش عن 180. فناخد العلاقه دي شايفين يا اولاد هنا shouldn't be less than 180 لا يجب ان يكون اقل من 180. يبقى هاخد اللي هي ال n ترمز لطوله greater than or equal to 180. question number 5 which of the following pairs of terms are like terms يعني مين في دول like terms. عندي هنا 3a و 8 اللي هي letter b 3a و b a دول هختار. question number 6 which of the following is equal to 5a من في الاختيارات الحل بتاعي هيكون 5a اللي هي letter c لان عندي 2a plus 3a equal 5a. second question applying scientific coefficient concepts applying scientific concepts يعني تطبيقات المفاهيم العلمية. question number 7 سالي is a goal او سالي is age Sally's age يعني عمر سالي 5 years ago. If she is now X years old عايزين نحسب عمر سالي منذ 5 سنوات. إذا كان عمرها الآن X سنة يبقى عمرها منذ 5 سنوات Sally's age 5 years ago يبقى X minus 5 years. يبقى أنا عندي عمر سالي منذ 5 سنوات إذا كان عمرها الآن X يبقى X minus 5. question 8 The arithmetic mean يعني الوسط الحسابي of two numbers x and y is not less than 18 not less than يعني لا يقل عن 18 يعني x plus y over 2 اللي هو arithmetic mean هنا بيقول لي not less than 18 يعني مش لا يقل عن 18 ما يقلش عن 18 يبقى greater than or equal to 18. اوكي فاهمين؟ is not less than يعني ليس اقل من يعني يكون اكبر من او يساوي greater than or equal to. question 9 the parameter b of triangle if the lengths of its sides are a b c عايز تجيب البارامتر للترينجل اللي اللينسز بتاعته a و b و c or a plus b plus c. يبقى question number 9. question number 10 rectangle with dimension x and y whose area is 36 square centimeter. انت عندك الاريا بتجيب length times width اللي هم x times y equal 36 يبقى دي الاريا. question 11 Basim has x 1 pound banknotes and y 5 banknotes of z in pounds banknote. يعني هو معاه باسم بيملك اكس ورقه من بنك نوت اللي هي ورقه النقود فئه الواحد جنيه اكس ورقه فئه ال1 يعني اكس تايمز 1 يعني هو معاه اكس تايمز 1 من يعني الاكس ده العدد يا اولاد عدد الاوراق اللي هي فئه الواحد جنيه مثلا كان معاه اكس يبقى اكس تايمز 1 يبقى ده اللي معاه وكمان معاه ورقه نقود
فئة الـ5 جنيه كان عددهم كام؟ واي. كان عددهم واي في فئة الـ5 جنيه، تمام؟ ومعاه عدد زد ورقات الورقة كانت فئة الـ10 جنيه. طيب دي هنعبر عنها ازاي؟ تاني، باسم كان معاه اكس 1 باونس بانك نوتس اند واي 5 باونس بانك نوتس اند زد باونس 10. يبقى الفلوس اللي معاه كام؟ هرمز لها برمز بي مثلا. طيب بص يا حبيبي، انت بتجيب العدد في القيمه، بتجيب العدد في القيمه، النمبر في الفاليو عشان تجيب التوتال كله، خلاص. فهنا 1 تايمز اكس يبقى اكس، يبقى هو معاه 1 تايمز اكس اللي هي اكس، ومعاه 5 تايمز واي هي 5 واي، و10 تايمز زد اللي هي 10 زد، يبقى دي الفلوس اللي معاه. ما عدد من اوراق فئه ال1 يبقى اكس تايمز 1 في اكس، واي تايمز 5 تبقى 5 واي، معاه عدد معين من اوراق فئه ال5 باونس، ومعاه عدد من اوراق فئه ال10 اللي هي زد 10، يبقى ده الناتج بتاع اكس يبقى 5 واي بلس 10 زد. Question 12. Write the following algebraic expression in their simplest form. عايزين نكتب في simplest form لـ question number 12. 7m minus 2m minus 7m plus 1. We can write 7m minus 7m and negative 2n plus 1. We used here commutative properties and associative. ممكن تعمل في خطوة واحدة commutative وال associative. And then 7m minus 7m 0 plus negative 2n plus n. 7m subtract by 7m هنا additive inverse. Properties هنا اسمها additive inverse. الاختصار بتاعها additive inverse. بعد كده 0 plus negative 2n plus 1 negative 2n plus 1. والبروبرتس هنا اللي هي additive identity. Additive identity. Next question number 13. Number 13. Negative 2n plus 3 product by n minus 1. We can use the here distributive properties. اختصارها DIS, distributive properties. Write negative 2n and 3 times n equal 3n, 3 times negative 1 equal negative 3. And then you can write negative 2n plus 3n in brackets using associative properties. Negative 2n plus 3n equal n. N minus 3 is the result. Question 14. 3 times 2x minus 5 subtract by 4 product x minus 6. 3 times 2 equals 6. 3 times 5 equals 15. 3 times 2x equals 6x minus 15. Negative 4 times x equals negative 4x. Negative 4 times negative 6 equal positive 24. And then we can write 6x subtract by 4x using associative and commutative properties. Plus negative 15 plus 24. 6x minus 4x equal 2x. Negative 15 plus 24 equal positive 9. Question 15. Find the value of negative e over 4 if e equal 8. هنعوض مكان ال e ب 8 هنا في المسألة. يبقى negative 8 over 4 equal negative 2. Question 16. B power 2 subtract by 2f. The value of b equal 3. Then you can write 3 power 2 subtract by 2 times f. 2 times negative 1. 3 power 2, it will be 9. Negative times negative positive. 1 times 2 equal 2. 9 plus 2 equal 11. Question 17.
A product by F plus 3D. Right, the value of A was 8. Product the value of F was negative 1 plus 17. 8 times negative 1, negative 8. Plus 17. 17 minus 8 equal 9. Question 18. Write the missing coefficient. عايزين نكتب coefficient اللي ناقص الأولاد عندنا عشان نحل المسألة. هنا بيقول لي 10x plus 6y subtract by space x equals 3x plus 8y. هنا في ناقص زائد space y كده. دي المسألة. بص يا حبيبي، التاني دي عشان تكون 3 هتنقص منها 7، يبقى تكتب هنا 7، وال 6 عشان تبقى 8 لازم نزود عليها 2، بنكتب هنا 7 منها 2. كوتشن 19. Temperature is measured in Fahrenheit، درجة الفرنهايت والسيليزيوس بالعلاقة اللي قدامي، فبيقول لي to convert 30 degree Celsius، عايزك تحول يعني الفرنهايت لما تكون الـ C بـ 30، فأنت تعوض في الريليشن فرنهايت إيكوال اللي هي الـ F1 إيكوال 1.8 سيليزيوس بلس 32. F equal 1.8 product by Celsius عندي كانت 30 plus 32. نعمل product هنا الـ point يحذف العلامة اللي عندي، يبقى 3 times 8 equal 24. Write 4 and carry up 2. 1 times 3 equal 3 plus 2 equal 5 plus 32. And the result will be 86 درجة فرنهايت 86 degree. Third, analyze and subjects integration، يعني التحليل وتكامل المواد. Question 20 works، ولا العمل. ندى is paid x جبسه ليره بير اور ان هير شوب، يعني ندى بتاخد x جنيه، تاخد الاكس جنيه لو هي اشتغلت ايه ساعة، كل ساعة تاخد عليها ايه اكس، يعني اشتغلت 1 اور. تمام، اكتب تعبير، عايزين نكتب التعبير بتاعنا. write a mathematical expression for each of the following. اكتب تعبير يا عم، بيقول how much does ندى earn if she works for 8 hours، لو هي اشتغلت 8 hours، لو هي اشتغلت 8 hours هتتقاضى كام؟ يبقى 8 times x، يبقى أول واحدة 8x جبسة ليرة، هتاخد المبلغ ده 8 product by x. Question number 2. If Nada got a raise of 3 جبسة ليرة بير أور، لو هي خدت زيادة على الأجر بتاعها 3 جبسة ليرة، 3 جنيه زيادة على الساعة، يعني x دي زادت، بقت بدل ما x بقت x زائد 3 على 1 اور. تمام؟ would she earn in 5 hours، يعني ما تشتغل 5 hours هتاخد قد ايه مبلغ after the new raise، المعدل الجديد. يبقى الحل بتاعي يبقى 5 product by x by 3. فهمتوا؟ يقول لك لو اجرها زاد، زاد يعني بلس، شايفها كلمة زاد يا ولاد، اها raise of 3 جبسة ليرة، زاد بمقدار 3، زاد بمقدار 3 مش 5 صح؟ زاد بمقدار 3، فعايزين نعرف هتاخد قد ايه اجر 5 ساعات، تضرب القيمة في العدد، يبقى 5 times النمبر اللي عندي ده divided by 1 cross here، يطلع الناتج اهو. نعمله بقى ايه distributive properties، يبقى 5x plus 15، عملنا distributive properties. Question 21. A geometry write the simplest form of mathematical expression. عايزك تجيب البرامتر، فانت هتجيب البرامتر وتعوض مكان الاكس ب 3 والواي ب 2. البرامتر يا اولاد بالنسبه لاي فكر بعمل sum of all sides اللي هي الراوند اللي بيحوطه. فناخد هنا 4x، ركز معايا كده، بلس 4x كمان
plus 2y plus 2x plus 5y. انا جمعتهم كلهم 4x 4x 2y 2y 5y. هنعملهم بلس بقى عشان اجيب باراميتر. تمام؟ 4x plus 4x plus 2x يبقى اعطيني 10x 2y plus 5y equals 7y. add x equal 3 and y equal 2. then the parameter will be equal. نعوض مكان x ب 3. هنا يبقى 3 times 10 ب 30 و 2 times 7 14. نعملهم بلس يبقى هنا 44. يبقى البيراميتر هيطلع معايا كام؟ 44 يونتس. 44 يونتس. ماشي. question 22 على الجيومتري. XYZ triangle write mathematical formal separation at A1 as the given area. طب الاريا بالنسبه للتراينجل half times the base times corresponding height. هنا البيس كان ب 6 والهايت كان 2x plus 1. الهايت اللي هنا ده. فانت هتجيب الاريا half product by space product by corresponding height. corresponding height كان ب 2x plus 1. half of x 6 equals 3. 3 product by 2x plus 1. then the area will be equal 3 times 2 equals 6x. 3 times 1 equals 3. it's the area. okay. يبقى الاريا اللي عندي طلع 6x plus 1 square units. سؤال على education. the number of girls in a school is 8x plus 15 and the number of boys is 7x minus 10. write the mathematical expression express the increase in the number of girls than the number of boys. يعني نجيب مقدار الزيادة بينهم. الفرق بين girls والboys. يعني بيقول لك هنا البنات اللي هم girls بتزيد عن الأولاد بقد إيه؟ ما أنت هتجيب الديفرنس بين them. هتجيب الأول عدد البنات تكتبهم، لأن يعني البنات هو اللي بيزيد. عايز تشوف البنات بتزيد عن الأولاد قد إيه؟ يبقى تجيب اللي هو الزيادة اللي هو طالبها مين عن مين؟ البنات الأول. اللي هو 8x اللي هو girls. 8x plus 15 subtract by 7x minus 10. يبقى decrease ده عندي هنجيب هنا يديه رمز المقدار الزياده اللي بينهم اقول 8x plus 15 وهنا بعمل distributing للنيجاتيف اللي عندي نيجاتيف تايم بوزيتيف بنيجاتيف ونيجاتيف تايم نيجاتيف بوزيتيف. يبقى عندي هنا 8x هجيب جنبها نيجاتيف 7x وهنا ال 15 معاها 10. يبقى difference on 8x minus 7x 13x 15 plus 10 equal 25. يبقى ده مقدار الزيادة زيادة البنات أو girls عن الboys. okay. يبقى عدد البنات اللي بيزيدوا اللي هو x plus 25. مفهوم كده؟ question اللي بعده 24. Sports is the opposite figure here. Choose the table tennis. يعني الشكل قدامي ده يا ولاد اللي هو التيبل تنس. Write a mathematical expression in the same form for the table's parameter and find the value of the parameter x of 10. عايزك تجيب البراميتر للريكتانجل اللي عندك الترابيزه التيبل على شكل ريكتانجل. فانت بتجيب البراميتر twice the length, the sum of length and width. يعني بتجيب length و width وتعملهم times 2. عندك هنا 12. ال width كان 12x plus 30 وال length كان 25x plus 20. 25x plus 20 12x plus 30. طيب يبقى البارامتر equal هنا اسيب ال 2 بره واخرج 12x مع ال 25 37x وهنا 30 plus 20 تبقى كام؟ 50. then the parameter equal هعمل distributing properties 2 times 35 2 times 7 equal 14 4 and carry 1, 2 times 3, 6 plus 1, 7. 2 times 50 equal 100. ده البرامتر بس هو قال لي اوجد الفاليو بقى بكام؟ at x ب 10. زين ذا برامتر هنعوض على x ب 10 هنا يبقى 740 plus 10 يعطيني 840 واليونت جنبها سنتيمتر. creative thinking سؤال يعني تفكير ابداعي. The opposite figure represents the garden layout.
Write the vertical extension to represent the area of the garden. يعني الشكل اللي قدامك بيوضح مخطط لحديقة، عايزين نكتب تعبير يراضي يعبر عن مساحة الحديقة area. طيب خد بالك، شايف الحديقة عامل ازاي؟ الشكل ده، هنا كانت X وهنا Y، تمام؟ والجزء ده ايه محذوف، فانت هتعمل ايه الجزء المحذوف ده؟ هتعتبر الشكل اللي عندك تكمله كده اللي هو ريكتانجل، يبقى اكس تايمز واي اللي هو الريكتانجل كله، تمام؟ وتحذف منه الاريا للريكتانجل الصغير اللي اتحذف ده، هنا كان 2 متر وهنا 3 متر، يبقى الاريا هنا للريكتانجل اللي اتحذف من الشكل لينث تايمز ويدث، يبقى الحل بتاعها اكس واي اكس 5 سبتراكت باي 6، ده يديني مين؟ ده يجيب لي الايه؟ الاريا. ده هو في مطلوبين يا ولاد، ده المطلوب الاولاني، يعني المطلوب الاولاني عايز يجيب الاريا للجزء ده، ده المطلوب الاول. طب المطلوب الثاني رايت ذا سيمس فورم الجبر اكسبريشن ذا بيراميتر. طب المطلوب الثاني غير المطلوب الاول، يعني محدش يجي يجيب لي بيراميتر، يجيب لي بيراميتر للريكتانجل والسكوير وينقصهم، لا غلط. البيراميتر انت بتجمع الاضلاع اللي بره دي كلها، تجمعهم كلهم عشان تجيب البيراميتر، يعني هنا اكس وهنا واي، تقول اكس بلس واي، والجزء اللي فوق ده مقابل للاكس كلها ما عدا الجزء ده، يعني دي كانت 2، فالجزء ده عباره